مرحبا بكم. يسرني أن أدعوكم إلى المؤتمر العالمي للطرق الذي ينظم فيما بين 16 من شهر أكتوبر في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة. لقد نظمت المنظمة العالمية للطرق مؤتمرها العالمي منذ سنة 1908، ومنذ إنشائه كان الحدث رائدا عالميا في قطاع الطرق. خلال هذه السنة نتوقع حضور أزيد عن 8000 مشارك، مما يجعل المؤتمر فرصة جيدة لتدعيم شبكة علاقاتكم. خلال هذه السنة سيتم انطلاق المؤتمر بحفل افتتاح يعرف مشاركة العديد من المتحدثين، كما أنه سيعقد اجتماع وزاري حيث نأمل مشاركة وزراء من ما يفوق 50 دولة. بالإضافة إلى ذلك سيكون هناك مجموعة واسعة من العروض التقنية من طرف اللجان التقنية المعتمدة عليها بالمنظمة العالمية للطرق. سيتم خلال هذه العروض التطرق إلى مواضيع تشمل التمويل، قدرة وأداء، إدارة النقل، أنظمة النقل الذكية، السلامة الطرقية، الأنفاق والجسور. اللجان التقنية تتكون من أزيد عن 1200 خبير من 122 دولة عضو. بالإضافة إلى العروض التقنية تلقينا أزيد عن 600 اقتراح لمقالات علمية من كل أنحاء العالم. موضوع البيئة يعد محورا رئيسيا، ونعمل على مواجهة التحديات التي يمثلها التغير المناخي، هذا من أجل خلق مثانة مستدامة في البنية التحتية للطرق. كما تنظم المنظمة العالمية للطرق إلى جانب العديد من المنظمات الدولية جلسات خاصة لمعالجة القضايا الحالية مثل المركبات أو السيارات ذات التحكم الذاتي، باستعمال نمذجة معلومات المباني في ميدان الطرق، وخلق نظام نقل طرقي متساو ومتاح للكل في كل العالم. زيارتكم للمؤتمر ستمكنكم من المشاركة في العديد من الجلسات والورش، بالإضافة إلى زيارة ميدانية وزيارة المعرض الكبير. يمكنكم الحصول على المزيد من المعلومات حول المؤتمر الدولي وبرنامجه على موقع الإلكتروني. أتمنى رؤياكم في أبو ظبي. شكرا، مع السلامة.